ده شيء قوي على فكرة. سفيرة انت ايه لسه ما نمتش ولا ايه؟ احنا مش اتفقنا ما تجيبش حد في البيت هنا؟ ده بيت محترم ولازم يفضل طول عمره محترم. طبعا يا اخي هيفضل طول عمره محترم. خلاص يبقى ما تجيبش حد هنا. طب قول لي بس يا عم بذمتك يعني اوديهم فين؟ ما انا مالي ما توديهم في 60 دقيقة يا اخي مش شغلي. طب خلاص يا اخي وطي حسك. ده عشان صحتك يا اخي. صحتي؟ قلبك قوي على صحتي؟ طبعا يا احمد ده احنا اعز اصحاب. واللي بتعمله بقى ده هو اصول الصحوبية مش كده؟ خلاص يا احمد وطي صوتك دي اخر مرة. كل مرة بتقول لي دي اخر مرة. خلاص يا احمد هدي نفسك يا اخي. بقول لك اوعدك ان دي اخر مره اقول لك فيها انها اخر مره. خلاص اتفقنا. سهير سهير رايح فين؟ عجبك كده؟ اهي مشيت. احسن انها مشيت. عجبني طبعا. يا حبيبي انت ليه ما بتعملش زيي؟ اعمل زيك؟ ده انا كنت اموت. تموت ليه؟ ما انا عايش اهو قدامك كويس اهو. عايش؟ بتسمي دي عيشه؟ قاعد تبلبح في مناومات وما بتنامش. ماشي صاحي وانت نايم الدنيا حواليك بتزقطط وانت الدموع على خدك زي البيت البايرة. انا زي البيت البايرة؟ ايوه انت عانس. انا انا متاسف يا احمد حقك عليا. اخص عليك. اسمع يا احمد يا حبيبي بيحصل لك ايه لما تشوف ست حلوه؟ ها ما بتحسش كده بضربات قلب؟ ها ان الدم اتضرب في نافوخك؟ ما بتحسش انك عندك قشعريره؟ ما انتش عارف اذا كنت بردان ولا حران. ها يا يونس انا فهمتك كتير ان في صوره معينه في خيالي وقلب مش هيدق ولا الدم هيطلع في نافوخي غير لما اقابل الصوره اللي في خيالي. وافرض ما قابلتهاش؟ ضروري هقابلها. ولغاية لما تقابلها يا اخي هتعمل ايه؟ انت يا اخي فاكرني ايه؟ انا فنان. الله يعني هو انا اللي بتاع بليله؟ ما انا فنان زيك. لكن رمرام. انت بتسميها رمرامه لانك مش عارف. لا بقى انا عارف بس مش عايز. طب تسمح تيجي معايا؟ ايه؟ اتفضل. بص لنفسك في المرايه. ايه؟ في ايه؟ في سنك ده ولسه ما عندكش تجارب دي تبقى مصيبه لما تلاقي اللي في خيالك دي. ده طبعا بعد عمر طويل. ليه بقى؟ علشان هتضرب معاك لخمة ومش هتعرف تكلمها ازاي؟ سيب لي نفسك يا أحمد علشان لما تقابلها تعرف تكلمها، تعرف تعملها، تعرف تخليها تحبك. أمال هتحبك ازاي يا أحمد؟ لازم يبقى ليك ستايل في الحب. قلت إيه؟ تاكسي تاكسي. شايف القطة اللي هناك دي؟ يلا يا عم رزقك في رجليك. يلا روح لها روح لها. يونس بلاش يا يونس. وبعدين ارفع دماغك بحلق بعينيك صفر ابتسم. يلا روح لها روح لها. لوحدي؟ يعني معروف يونس مش في الشارع كده يا يونس. ما انت لازم تبتدي المدرسة من الأول. يلا. طب بس انت اديني المفتاح أول كلمة وبعدين أنا أبقى أكمل بعدك. تقرب جنبها وابتسامة حلوة وبصوت حنين رقيق تسألها من فضلك اللي بيروح الدقي نمرة كام؟ يلا يا أخي يلا تلحلح. من فضلك اللي بيروح الدقي نمره كام؟ وبعدين معاك يا استاذ مش كده لسه. مش في الشارع لسه. انتوا ايه ما عندكش اخوات ما عندكش ضمير لسه؟ لا ما تبحلقليش كده لحسن الله يروح فيك في داهيه. يونس يا اخي خلي عندكم شويه دم. الله انت لسه واقف ما تتلحلح يا بجم. يلا بقى ورجعتكم داهيه. انا متاسف ان حقك عليا وسامحيني اذا كنت تدخلت. ميرسي. انا مش غريب انا ساكن مع حضرتك في نفس الشارع في العماره اللي قصادكم. اهلا وسهلا. دي حتى اختي مديحه كان نفسها تتعرف عليكي من زمان. هو حضرتك مروحه؟ بقالي ساعه مستنيه تاكسي. يا خبر في الحر ده. تاكسي تاكسي اتفضلي. يخرب بيتك هو بيجيب الكلام ده منين؟ يا عيني على الكنيش يجنن. أنا هسهلك المأمورية. أنت بقى المرة دي تعمل عكس اللي حصل المرة اللي فاتت. أنا هخش الأول وأنت إيه؟ تكبس عليا. صعبة دي؟ أوعى تتحرك. تعبتني معاك قوي النهاردة.
فاهم؟ أرجوك بلاش يا يونس. ما هو أنت لازم تسمع الكلام. ها هتعرف تتصرف ولا برضه خيبة؟ إيه الدايرة؟ بيلي بيلي بيلي. النهارده حر شوية، هي الشمس حامية ولا إيه؟ قوم من هنا أحسن لك. مش حرام الجمال ده يبقى حران؟ ابعد عني أحسن، مش هيحصل لك كويس. أبعد ده إيه؟ ده مكان عام، دي جنينة الحكومة. ما عندكش إخوات؟ مفيش أخلاق؟ هخبطك. لذيذ أوي الكلب ده، نوعه إيه؟ سيامي؟ يا استاذ مشكله مش في الشارع. الله انت ايه؟ ما عندكش اخوات؟ ما عندكش ضمير؟ ما تبصليش بالشكل ده يا سامي. يا راجل ده مجنون. ما تزعليش يا هانم، حقك عليا وسامحيني، انا مش غريب، انا جارك ساكن في نفس الشارع في العماره اللي قصادكم ده، حتى اختي مديحه نفسها تتعرف عليكي. انت مروحه مش كده؟ يا خبر الدنيا حر. تاكسي تاكسي. دي اسطوانه حافظها ولا ايه؟ لا مؤاخذه، اصل الولد ده لخبط لي مخي، يخص على وشه، ما عندوش دم، ما عندوش اخلاق. بقى حضرتك ساكن قصادي وبحبك، دمك خفيف. متشكر. باين عليك شقي قوي. انا انت عايز مني ايه؟ عاوز سلامتك. انا اذنك على فين؟ سامحيني، انا كنت قليل الادب، قطعت عليك الخلوه بتاعتك وعطلتك عن القرايه. سلام عليكم. انت اسمك ايه؟ احمد. وانا صفاء. اسمك حلو. ميرسي. في حاجة مضايقك؟ لا، اللي هو قرب شوية يا مديحة، مش كده عجبني. انت واقف مدهور كده ليه؟ انت عمرك ما شفت الراجل ومراته؟ شفت يا بيه بس يا ناس، اختشوا على دموكوا بقى وروحوا اتجوزوا. حاضر يا هروح اتجوز. حاضر لا مؤاخذة يا بيه، أصل ده بقى واد قليل الأدب وأنا على عموم الضبط. لا معلش. شتك بقى ما كنتش زعلان. لا معلش. إيه ده كله يا يونس؟ ده شيء لزوم الشيء. هو أنا ليه عز منك؟ لا يونس بلاش، أنا يونس أنا مش هستناها، استناها أنت. أقول لك إيه؟ يلا اسكت. صحتك. لا 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 يا يونس، انا ما بشربش. امسك بس. انت عارف ان انا ما بشربش. وبعدين بقى هو احنا اللي هنقوله هنعيده؟ يلا يلا اشرب. صحتك. يلا كمان، يلا كمل بس. هايل هايل. يلا امسك ده. يلا. لا لا كفايه كده، انا بشرب. انت عارف ان انا ما بشربش. تشرب تاني التالت كله زي بعضه، المهم الاولاني وديك شربته. امسك بقى. ايه؟ امسك بس يلا. ممكن وانا قاعد؟ اتفضل. صحتك. صحتك. حلوة المزيكا يا يونس. تعرف حاجات كتير حلوه. افتح يا يونس. يونس يونس يونس.
سواد اهلا. اهدى كله اهدى كله، انت كنت مخبي كل ده فين؟ صحتك. ايه؟ تعال. ليه على طول كده ليه؟ تعال. ايه ليه يعني؟ مش نقعد شوية؟ انا هنرقص. نرقص نرقص. انت بترقص كويس اهو. البرفان يدوخ وكمان حساس. انا خايف احبك قوي. لا لا، اوعى تحبيني لاحسن على وعيك. انت ما سمعتش عني؟ لا احب اسمع. قول. عارفة انت وقعتك مهببة. يا ريت يا روحي يا ريت. تعال. ايه؟ هنرقص. خلاص خلصت. تعال دي بلدي. ايوه بس هنرقص على بلدي. ايه ايه يعني كله رقص؟ خلاص كله نرقص. حبيبي في حاجة؟ أنا مش حبيبك. إيه؟ ما تغلطيش نفسك، ما لحقناش نحب بعض. أنت صغيرة وحلوة وممكن تلاقي الإنسان اللي بيحبك، وأنت أكيد رسمه له صورة في خيالك، وأكيد ما هوش أنا، بس هتلاقيه وتحبوا بعض وتتجوزوا وتعملوا بيت صغير وأولاد حلوين. لكن بقى إذا كنت أنت بقى كده يبقى عيب أوي وحش ومش في مصلحتك كمان. لازم تفهمي إن الأيام بتجري زي الفريرة، هوب تلاقي نفسك عجزتي وحلاوتك دي راحت ورقتك بقت على مفيش. ساعتها مش هتلاقي اللي يحبك. يلا يلا يلا.
روح يا حبي، ده الحب بس هو اللي بيعيش. طبعا انا ما كانش قصدي انك. عشان شفيق اختك حط عينها على ادهم اخويا. مفيش حاجه تفوتك ابدا. انا قرشانه بقى. رحت فين يا احمد؟ احلى ضحكه شفتها في حياتي يا يونس. يونس الدم طلع في نافوخي يا يونس. دخلنا في الجد يا ابو حميد. يعني اقدر اجي البيت اعمل زياره ثانيه؟ لا معلش يا هشام، اصلي مش بفكر في الحكايه دي دلوقتي. انا مستعد استناك العمر كله، بس نرتبط ببعض. يا هشام انت في مليون واحده تتمناك. مش احنا بتاع الاورج؟ انا اعرف الاورج بس ما اعرفوش. هو في حد ثاني نوره؟ قول لي يا هشام، هي الفرقة دي هتعزف هنا كام يوم؟ ثلاث أيام. في حد تاني يدور في حياتي؟ وبعدين يا هشام؟ أنت تعرف عنها حاجة؟ بص شوف بتضحك مع مين؟ مين ده؟ بطل النادي في المصارعة يا جميل. بقابلني. هاي زوزة. هاي طرابلطة. نرقص نورة. يلا يلا مينا. تعرف لو بصيت لحد غيري انا هقتلك. يلا مينا. وانا بحبها ولازم اتجوزها. مش ممكن تتجوز حد غيري ابدا. يا اخي خلي عندك ذوق يا اخي. يا اخي البنت مش عايزة تحرجك يا اخي. لازم انا اللي اقولها لك في خلقتك يعني؟ مش بتحب. امال بتحب مين؟ بتحب كنتك انت. الراجل اللي بيعزف الأورج واخد باله منك قوي. ظريف. علشان كده ما بقتيش تحب هشام. انا ما كنتش بحبه من الاول. بصي بصي شوف واخد باله منك قوي. انت ما تبصش ناحيته خالص. انت بتبص لها يا يونس.
عليكي خضتيني. ايه الحكايه يا نوره اللي واخد عقلك؟ ابدا نوره، خبي على اختك حبيبتك. خبي ايه بس نوره؟ شكلك كده بيقول ان في حب. حب؟ حب ايه؟ طول ما ابي ادهم واقف لنا. ادهم هو عارف؟ عارف؟ عارف ايه؟ اذا كنت انا نفسي لسه مش عارف. طيب احكي لي يا نوره، انا اختك حبيبتك، احكي لي احكي لي. ابدا ما فيش غير ان بتتوشوشوا على ايه؟ ابدا يا ابي. روح انت دلوقتي عوضين، استنى يا رالي. طبعا هتقولوا لي كنتوا بتتوششوا على ايه؟ مش معقول تخبوا عليا. اصل نوره كانت تعبانه شويه. تعبانه؟ مالك يا نوره، في ايه؟ حسب ايه؟ في حاجه؟ لا ابدا ولا حاجه. لا لا ما تخبيش عليا، لونك مخطوف من ايه؟ ايه يا ابي؟ مفيش حاجه. لا لا ده انا اكتر واحد يحس بيك يا بنت عمي. في حاجه؟ ابدا يا ابي، بس الظهر الشمس كانت حاميه شويه. الشمس؟ سلامتك. يعني انا رايحه فين؟ ما تمشيش، انا هجيب لك حبايه. شوفي اروح هات لك حبايه من فضلك بسرعه. لا ميرسي، انا هاخد حبايه من عزيزه فوق. ادهم ايه رايك في نوره؟ نوره؟ نوره هايله، عظيمه، ممتازه. ليه؟ يعني تنفع ست بيت؟ الا تنفع ست بيت، دي احسن ست بيت في الدنيا، دي تربيه ايديا يا شفيقه. يعني لو واحد كويس اتقدم لها توافق على الجواز؟ جواز؟ انت جننت شفيقه؟ جرالك ايه؟ انا مش قصدي ادهم، انا قصدي يعني انها لو قابلت واحد كويس، يعني ايه المانع اذا كانت بتحبه وهو بيحبها؟ يعني اذا كان بيحبها انا ما عنديش مانع، انا عمري ما كنت ضد الجواز، انما انا ضد التصرف في الجواز. الواحد لازم ينقي الزوجه الصالحه يربيها على ايديه عشان يشوفها تكبر قدامه ويتاكد انها عمرها ما هتخونه ابدا. انا بكره الخيانه قوي يا شفيقه. ادهم يا حبيبي، مش كل الستات زي مراتك الاولانيه، دي كان لها ظروف تانية، صوابعك مش زي بعضها. انت عايزه تقولي ايه؟ مرات التانية والتالتة والرابعة عملوا ايه؟ ما خانوكش يا ادهم، انت اللي كان الشك خلاص عشش جواك، مالك كل تفكيرك. بتقولي الكلام ده ليه؟ انت عايزاها ايه تتجوز؟ لما تتجوزي انت الاول، انت كبيرة يا شفيقة. ايه عايزة ايه؟ تتجوز اهلك نوره، تتجوز حد غيري مش كده يا نوره يا بنت عمي؟ انا الوحيد اللي هيقدر يساعدك في الدنيا، هستناكي لحد ما تكبري وتبقي قدي نتجوز، مش كده يا نوره؟ احب انا ويجي يتقدمني عشان يتجوزني، وبعدين اخوك يعمل فيه زي ما عمل في هشام ومنطوبة بابا ويطرده. لا احنا حكايه الجواز دي مستحيل تحصل بالنسبه لنا. لا بقى يا حبيبتي، المستحيل بتاعك ده انا هخليه مش مستحيل بقى. انا هتجوز واجيب راجل يملى عليا البيت، واخلف منه صبيان وبنات، واجيب من كل صنف اتنين، واذا فضل ابقى اداني الجوز. افضلي انت بقى احلامي كده لغايه ما تتجنني زي اخوكي. لا يا اختي، الجنان ماشي في عيلتنا في الرجاله بس، ولا ست من عيلتنا اتجننت. طيب ايه؟ طيب سيبني في حالي. قولي ماشي، انت بتفكري فيه؟ الواد فقع كرمش، انا حسيت بيكي على طول. وشك راح لون وجه لون، ايه ده؟ قال انت حسيتي بايه ساعتها؟ هو اتكلم قال ايه يا عزيزه؟ لا هو ما اتكلمش، هو بلم بس. أمال ليه زي ما يكون سمعت صوته؟ صوته حلو
كل رجولة وإحساس. انت متأكدة انه ما اتكلمش؟ يا بنتي انا شخصيا ما سمعتوش، انما بقى القرار اللي في صوته عاجبني قوي قوي. انت بتقولي ايه يا بنتي؟ هو الراجل حط منطق خالص؟ يعني على الحب. حب ايه بس؟ حب ايه بس عزيز؟ ايه؟ ابتديت ازعل. كدابة والله. تبقي بقى يا حبتي بجد. صحيح صحيح. وانا هشوفه فين تاني؟ مش مهم بقى تشوفيه دلوقتي، المهم انك انت اصبح عندك استعداد طبيعي للحب، وهذه ظاهرة صحية تستحق التفحيص والتمحيص والتفعيص. وانت تستحقين الضرب. لا لا، انت يجب ان تحترمي نفسك بقى. اسمعي والله. اسمعي بقى. اسمعي والله. لا 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 لا. هلو نورة. هلو. ترقصي؟ هقف. يلا بينا. تعال هنا يا طرابول. جرأي يا طرابول. كل ما نيجي ترقص يا نورة ترقص يا نورة. ما فيش مرة ترقص يا زوزة؟ أوي أوي يا حبي. يلا بينا. لا عندي لمباد. يلا روح. دعوال دعوال. البنت زي القمر. هتفضل تقول نورة كده كتير؟ بعد ما تخلص تنزل تكلمها وتخلصني. اكلمها بس بقى، لو ضاعت منك المرة دي يبقى لازم تعرض نفسك على دكتور فورا. مظبوط. عضو قديمة في النادي ده؟ ايوه. ملاحظ ان كل الناس بيحبوكي. وانا بحبهم كلهم. يعني ايه؟ يعني ما بحبش حد معين. انت كده طمنتيني. نعم. لا يعني عايز اقول ايه ده يا استاذ، يا متعلم يا متربي، ده ما يحصلش في النادي. ايه ده يا فريد، عيب كده؟ لا لا لا، سيبيه بقى دي مؤاخذة. بابا بقى انا حافظها، دي حافظها كويس. تحب اسمعها لك؟ جرى يا استاذ، انت ما عندكش ضمير، ما عندكش اخوات. لا مؤاخذه يا نسا، انا اسف على تدخلي بالصوره دي. انا جارك وساكن قصادك، تحبي اوصلك تاكسي؟ تاكسي مش هي دي؟ لا مؤاخذه بابا على اذنك، اتفضلي. ايه حكايه بابا؟
بيقول ايه الجدع ده؟ انا عارف يعني البنات والستات اللي في النادي مفيش واحدة منهم لفتت نظرك؟ عمري ما حسيت بحد تاني، عشان دايما كان في واحدة مالية عليا حياتي، مشاعري كانت لها لوحدها، بس استنيتها السنين دي كلها، وياريت هي كمان تكون بتبادلني نفس المشاعر. معقول؟ معقول حد ممكن يحب للدرجة دي؟ والمين؟ لواحدة رسمها في خياله ما شافهاش؟ ده يبقى شيء جميل قوي، ياريت أقدر أصدق. يعني انت مش مصدقاني؟ مش قصدي، مصدقاك. طيب وايه رايك؟ انا مش مستعجل، انا ممكن استنى لبكره. طب افرض ما كناش اتقابلنا؟ كان لازم نتقابل، انا كنت حاسس ان هيجي اليوم ونتقابل. طب افرض انك لقيتني مثلا مخطوبة او لا؟ عمري ما تصورت ابدا انك تكوني مخطوبة، اهو الحمد لله. انت بتقول كلام حلو قوي، بس يعني انت مش خيالي شوية؟ طيب انا هبسط لك المسألة يا نورة، مش كل بنت في الدنيا لها فتى أحلام، وكل شاب في الدنيا له فتاة أحلام. أنا بقى زي غيري، في صورة معينة عاشت جوايا السنين اللي فاتت دي كلها، أنا كبرت وهي كبرت معايا. حقيقي طبعا أنت أصغر بكتير من الصورة اللي بحكي لك عنها دي، لكن صدقيني هي أنت، عشان كده أنا كنت مندفع وحكيت لك على كل اللي جوايا مرة واحدة، وأرجو بقى أن أنا ما كنتش ضايقتك. أبدا بالعكس، ده انا كفايه لحد هنا. هو بيتكم هنا؟ الفيلا اللي هناك دي. يا هو بيتكم قريب كده؟ طب عن اذنك. طب اسمحي لي اوصلك. لا كفايه كده. ايه بس الدنيا ليل والسكه ضلمه. انا عارفه السكه كويس. عمرك. تصبح على خير. طيب انا اقدر اشوفك تاني امتى؟ سيبها للظروف. لا مش ممكن. ظروف ازاي بس؟ اصل انا ايه؟ انا هاجي لك بكره. لا بلاش، اعمل معروف. انا في ايه؟ اتكلمي بصراحه. بصراحه ما تحاولش تتصل بيا ابدا. الله، ليه؟ مش عايزه اسبب لك مشاكل، وده لمصلحتي ومصلحتك. مشاكل؟ انا عايز افهم في ايه. ارجوك بعدين بعدين. هقول ده بس يا عزيزه، ازاي تسيبيها مع واحد انت ما تعرفيهوش؟ عايز منها ايه ده؟ انا عارفه. اهي جت، اساليها بنفسك بقى يمكن تقول. اهلا يا نور. مساء الخير. لا مالك يا حبيبتي؟ المفروض دلوقتي كلي مزقططه. عشان ايه؟ عشان حماده احمد. اهلا. مين احمد ده بقى؟ قولي لاختك حبيبتك. بيحبني قوي يا شفيقه. وانتي؟ وانا بس انا خايفه. خايفه؟ مش المفروض اني احب البني ادم العاقل ما يخبطش دماغه في الحيط؟ يعني نستسلم يا نورة؟ اعملي حاجة يا اختي، قاومي يا حبيبتي. نقاوم نعمل ايه؟ انت ناسي ادهم عمل ايه في هشام لما جيت قدمني؟ يوه، واحنا هنفضل خايفين منه طول عمرنا؟ احنا لازم نتصرف بقى. نتصرف نعمل ايه؟ نبقى ايجابيين مرة واحدة في حياتنا. عارفة انا لو منك استنى لحد ما اتأكد من حب احمد ليا واتجوزه من ورا ادهم واحطه قدام الامر الواقع. لا يا عزيزه كده غلط. اوعي تسمعي كلامها يا نوره. يعني هيعمل لنا ايه؟ هيموتنا؟ احسن اهو، احسن من العيشه الهباب اللي احنا عايشينها دي. احنا هنفضل مرعوبين منه طول عمرنا. مين هيتجوز واحده من عيله كلها مجانين؟ ابن عمها واخوها، يعني تبقى ورثه جنان هي كمان. لا 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 يا نوره، انت بتقولي ايه؟
لا ادهم مش باين عليه حاجه من دي دلوقتي، ده بقاله جه 3 سنين خارج من البتاع اللي هناك دي، اللي البتاع اللي منها لله مراته الخاينه هي السبب في كل البلاوي دي. يا جماعه لازم ناخده على قد عقله، ما حدش فينا يحاول ينرفزه، احسن الحاله ترجع له تاني. يعني ما فيش جواز لاي واحده فينا لغايه ما يخف. موت يا حمار، انا عارفه طلعنا بنات ليه، يا ريتنا كنا طلعنا صبيان. لا يا اختي صبيان ايه، كفى الله الشر، على الاقل ما كانش يقدر يمنعنا من الجواز. اسمعي انت مش عايزه تتجوزي وخلاص، سيبيني بقى انا اتصرف، هحللك العقده دي وبطريقتي. خلي عنه. ده مزاج يا عزيزه، مزاج زي قهوتك ام وش الجميله دي. الا قول لي يا ادهم، زمان كانوا العرايس صحيح لازم يقدموا للعرسان القهوه بوش. نينا كانت دايما تحكي لي ان العروسه اللي قهوتها مش بوش العريس ما يتجوزهاش. الحمد لله، اصل انا قهوتي بوش ونوره كمان قهوتها بوش. انت مالك انت امال نوره؟ ما تجيش عند نوره خالص. ليه ماليش دعوه بنوره ليه؟ اذا كان قهوتها بوش وانا قهوتي بوش وكلنا قهوتنا بوشوش، ما تتجوزش ليه بقى اذا كان قهوتها بوش؟ هي كانت اشتكت لك انت؟ اشتكت لك؟ لا ما اشتكت ليش، لكن قهوتها بوش. على العموم ما فيش جواز في العيله الا لما الكبيره تتجوز. مش شفيقه هي الكبيره ولا سيغه دبور؟ مدبور اذا كان قهوتها مش بوش. ودبور ليه؟ ما تتجوزها انت يا ادهم، دي بتحبك خالص. انت مش كنت خطبتها قبل كده؟ مامتها الله يرحمها ما وافقتش. ايوه لكن اتخطبت بعد كده وخرجت مع خطيبها. ايوه بس خلاص دول سابوا بعض. ايوه لكن خرجت معاه لوحدهم، خرجت معاه لوحدهم. وفي ايه يعني؟ فيها ايه؟ فيها حاجات كتيره. انت عايز تتجوزي عزيزه؟ انا اتجوز ليه انا؟ ايه؟ لا يا شيخه. لا والله انا صحيح انا هفكر في الجواز ليه؟ ده انا حتى لسه صغيره و الله ما حد نفسه في الجواز غيرك. صحيح يا بيه؟ صحيح انا باين عليا فعلا ان انا عايزه اتجوز؟ ايوه طبعا نفسك تتجوزي. طب يا اخي ما انت بتفهم كويس اهو، قلت عن قلبين ليه؟ انا جاي ومصمم ومش همشي من هنا الا واحنا متجوزين، انا خلاص هتجنن. بعد الشر عليك يا احمد، انا مش قلت لك ما تجيش؟ ارجوك يا احمد امشي دلوقتي. تعالى هنا، رايح فين؟ اكلم والدك. اهدى شويه، ده مش والدي. امال مين ده؟ ده ابن عمي ادهم. خلاص اكلم ابن عمك، هو فين ادهم بيه؟ وبعدين يا احمد، احمد الحكايه مش سهله زي ما انت متصور. ليه؟ ايه المشكله يا نوره؟ نوره انا بحبك، ما تعرفيش يعني ايه بحبك؟ اخطفها واجري يا ابني، فك عقدتنا ربنا يفك عقدتك. ارجع انت دلوقتي يا احمد ارجوك، هتصل بيك بعدين. ما تحرجنيش. احنا لازم نتقابل النهارده ونحط النقط فوق الحروف. خلاص في النادي. هو ما تجيش، هستناك يا نوره. أوعدك يا أحمد، بس امشي أنت دلوقتي. حاضر. ها، اتفقتوا على إيه؟ احكي لي، اديني المعلومات يلا. لا انت هتفهميني من اولها، ابدي بالمعلومات. اسمعي خبر وحش ما تقوليش، خبر كويس اديني في وشي على طول. تصوري ايه؟ كان عايز يتجوزني دلوقتي حالا. يا سلام، جواز احلى كلمه في الدنيا. حلو الخبر ده، ايوه كده طري على قلبي فكي الازمه. انت بتحلمي ليه؟ هي عمرها هتتحل؟ يا سلام. قصدك تقولي ان هو دلع التليفون ليه؟ راكب نفسك؟ بس هكلمه حلو. الو، اهلا اهلا هشام، خدي بقى زحلقي في اي بلاعه خلصينا منه. ايوه يا هشام، ماله احمد يا هشام؟ هو فرض نفسه عليكي كده؟ لازم اعرفه قيمته وافرج عليه النادي كله. انت مالكش دعوه بيه. ايوه شايفه كده. يبقى اللي سمعته عنكم بقى في النادي صحيح. اسمع، انا ما اسمحش لاي حد يتكلم ولا كلمه، خصوصا انت مالكش دعوه خالص كده. طب لما اشوف انا ولا هو
ان ما كنت ماشي معاها ما بقاش انا هشام ابو الذهب. باي باي. هو الجدع ده ما بيحسش ولا ايه؟ انا خايفه قوي. خايفه من ايه؟ ولا يهمك. هشام هيجر شكل احمد. ولا هيجر شكل ولا هيقدر يعمل له حاجه. والله انا احترت يا عزيزه، مش عارفه اعمل ايه في الورطه دي. انا لازم اقول لهشام والنادي كله على كل حاجه عشان محدش يتقدم ويسيبوني في حالي بقى. نوره انتي بتعيطي؟ ايوه بعيط، وسيبيني اعيط. اسيبك تعيطي؟ بقى واحده معروض عليها جواز من دقيقتين وهتفكي وهتسيبيني في القفص ده لوحدي واسيبك تعيطي كمان؟ ده انا اللي حقلتم. ايوه قلت امي ليكي وليه عشان مش هنتجوز ولا تشوفي الجواز بعدين ولا انت فاهمة حاجة. شوف البطر صحيح يدي الحلق للي بلودان. جت استاذ ان احنا بقى أيوة. لا يا استاذ يونس خليكم ما تمشوش. نورا انا امبارح سالتك سؤال وانت ما جاوبتنيش عليه. هقول لك ايه بس يا احمد، اصلك مش عارف حاجه. طب انا اسهل لك الاجابه ونسال حته حته. انت بتحب حد تاني؟ ابدا. طب يبقى كويس قوي، فاضل باقي السؤال. يا احمد في حاجات ما اقدرش اقول لك عليها دلوقتي. ده انا كلمة واحدة مستنيها منك، تتجوزيني؟ يا عيني يا سيدي، أنت جاي هنا تعمل إيه يا جدع أنت؟ ها؟ أنا قلت إيه؟ أنت حمار أنت بتاع المزيكا. أنت بتكلمني أنا؟ هو في حمار غيرك هنا؟ ما تردش عليه يا أحمد، ده باين عليه سكران. أنت كلب ولا تسوى؟ تعرف اذا هوبت هنا تاني انا هقطع رقبتك. انت والبرص التاني ده مين؟ انا؟ ايوه انت. عشت الله يحفظك. انتوا الاثنين على جزمتي كده. طب انا مسامحك علشان اقصر الشر. لكن انا مش مسامح يا اخي. انت جدع انت ايه؟ محدش ملعينك؟ ارجوك يا احمد اقصر الشر عشان خاطري. انا هقصر الشر عشان خاطرها هي بس، لكن قسما لو طولت لسانك بعد كده لحمرمط بيك الارض. ايوه انت فاهم؟ سمعت البيئه ليه؟ ما تشعللهاش بس يا يونس. حاضر يا احمد. اصل الحق مش عليك، الحق على الانسه اللي معاك اللي عامله لي بنت ناس ومتربيه. اخرس يا كلب يا احمد. يا اخوانا اخيرا. هاتوا الحق يا يونس، دول هيموتوه. موضوع ايه ده؟ هيفتكهم دلوقتي. استني شويه يونس. ما تخش، انت مش راجل. ايوه راجل بس. شبهه. لا يا جماعه يا جماعه، اكيد في لغه ثانيه، في لغه حضاريه للتفاهم. ده مش اسلوب ابدا، مش اسلوب حضاري. حضاري؟ ايوه طبعا. باي باي يا ما قلت لك ما تشعللهاش يا يونس. مش انت اللي انسحبت من لسانك وقلت له خلاص يا كلب؟ كان لازم تقول له خلاص يا كلب. تعرف يا عزيزة، أنا أول مرة أقابل راجل بمعنى الكلمة. تهان واستحمل، لكن ما قابلش حد يقول لي كلمة واحدة ولا يجرح كرامتي. ما أنت شفتيه يا عزيزة، كان بيضرب بشجاعة زي الأسد. مش كان زي الاسد برضه يا عزيزه؟ يا اختي كان زي الاسد. الا قوليلي، هو صاحبه كمان اسد زيه؟ اصل انا عايزه اسد ابن اسد. تعرفي هو اسد وصاحبه اسد، ياخدوا ادهم في النص ويكشوا فيه هما الاتنين، يبقى زي الارنب. انت سرحتي قوي،
هو ادهم ده حد يقدر يكش فيه؟ يا نورة أحمد، إيه اللي جابك دلوقتي؟ أنا عايز أعرف دلوقتي حالا أنت بتحبيني ولا لأ؟ بعدين يا أحمد أحسن كده، خطر عليك. خطر ما خطر، أنا عايز أعرف دلوقتي، عايز أستريح الليلة، بتحبيني ولا لأ؟ أحمد. إيه؟ قبل ما أقولك أي حاجة، في حاجات لازم تعرفها. قوليها نورة، قوليها بسرعة. مين هناك؟ مين هناك؟ قولي يا نورة، أنا مستنى أهو. هضرب في المليان. أحمد، هضرب في المليان. يدهم بيه، يدهم بيه. داخل عند مين فيكم؟ انطقوا، واحدة فيكم تنطق أحسن حماوكم انتوا الاتنين. أنا كان جايلي أنا. أنتِ كان جاي يقول لي عايز أقابل أخوكي وأتجوزه وأخطبك منه. قلت لي اسمه إيه؟ انطقي وإلا حماوتك، انطقي. اسمع، والحقيقة كان جايلي أنا. لا، هو هتقولي كلمة جاية لي أنا، مش ممكن يكون جاي لك أنتِ، ده جاي لها هي، أنا عارفها، طول عمرها عينها زيك على الجواز، هتموت على الجواز. قلت لي اللي كان جاي لك اسمه إيه أنتِ؟ أحمد؟ لا. إيه؟ أيوة أحمد. طيب ما دام كان عايز يتجوزك يبقى يتجوزك، الجواز مش عيب. أول كلمة تقولها صح يا أدهم. تعالي تعالي شوفي شوفي المجنونة دي عايزة تعمل إيه؟ ما عشان أنت بخوفه. أنا بخوف حد؟ أنا خوفتك أنتِ؟ لا. أيوة، ما دام عايز يتجوزك يجي من الباب مش من الشباك. مبروك بقى مقدمة يا عزيزة. ميرسي يا شفيقة، وهنها عاملة زي نعيما مقدما كده. عقبالكوا كلكوا، عقبالك يا شفيقة انت وادهم. ألف مبروك يا ست هالة، ألف مبروك يا سعادة البنت وست شفيقة. جايز انت فاهم غلط يا عوضين، ومع ذلك الله يبارك فيك يا أخي. شكرا شكرا. مش فاهم غلط ولا حاجة، ده باين عليه ما فهمش حاجة خالص. مش كويس اللي جت على قد كده. وبعدين يا عزيزة، لو سألك تاني على أحمد هتقولي إيه؟ هقول له مات بعد الشر. رايحة فين؟ قومي قومي قومي. إيه بس؟ في حاجات أريح من كده بكتير. يا سلام. أمال أما أنت واد شقي بصحيح. جاهز كده؟ إيه بس هتعمل إيه؟ ولا حاجة ولا حاجة. طب نتفاهم. أما إحنا بنتفاهم أهو. صاحبك الكيس الوصل؟ سيبك منه. مش معاك مفتاح يا سيونس. هي فين؟ يا فريد. فريد شوي. فريد صاحبي، فريد صاحبي. استنى استنى، وهتفتح الباب. ايه؟ انت مش كفايه اللي حصل في النادي؟ جاي كمان تضربني هنا في عقل داري؟ انت بتستقبل يا استقبل ده يا استاذ، انت عايز ايه؟ ايه يا مجنون ده؟ ايه يا فندم عايز ايه؟ هربتها؟ انت بتتلكك؟ وديتها فين؟ هي مين يا حبيبي؟ بقول لك ايه، احنا لوحدينا في الشقه، مش هنلاقي حد يخلصنا. ده اللي انا عايزه.
يغزو الشيطان يا بني ادم. وانت لقيت حد جوه؟ ما لقيتش. لا اصل جايز يكون في حد جوه لان يونس يعملها. بس استنى هدي اعصابك. بس لقيت حد جوه؟ ما لقيتش. استنى بخيط تاني. مبسوط كده؟ اتفضل بقى، مع السلامه. بقى ده غاوي بقى، دي هواية عندك. خليك بمكانك اللي هخبطك في وشك. خليك انت قاعد فيها، انا ماشي. سلام عليكم. مشي. مين؟ بقول لك مشي. وانت احمد قوم معايا. لا سيبني، انا مستريح كده. هنضرب ثلاث مرات في ليله واحده ليه؟ حرامي في مولد. بس انا اعرف انهم علقتين، واحده في النادي واحده دلوقتي والثالثه في الفيلا. وقعت من تاني دور. ما انا قلت لك ما تروحش، انت اللي ما سمعتش كلام. ما الناس كلها بتحب وعايش حياتها طبيعي، اشمعنى انا اللي حظي كده؟ معقول حد في الدنيا يحب الحب ده كله؟ اسمع يا احمد، انا قررت اقف جنبك. يا سلام، هتعمل ايه يعني؟ انت مالك بقى؟ انا هتصرف. فيه واحده ست عايزه البيت، قلت لها مش موجوده، قالت لي عايزه نور هاني. اسمك ايه يا ست هاني؟ شريفة هاني من الليسي، مامة العريس. اهلا وسهلا، اتفضلي استهان، اتفضلي. متشكر. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اجيب لحضرتك قهوة ولا حاجة ساقعة؟ بعدين، بعدين يا حبيبتي هنشرب الشربات. قولي لها بس ان شريفة هاني موجودة، ها؟ مامة احمد. حاضر يا ألف نهار أبيض. نور هانم مامت العريس. عريس؟ عريس مين؟ أهلا 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 يا حبيبتي، إزيك يا روحي؟ صباح الخير. صباح النور يا روحي. أنا شريفة هانم مامت أحمد. أحمد؟ أيوه. أهلا وسهلا يا طه. أهلا أهلا، اتفضلي. اتفضلي يا حبيبتي، تعالي هنا جنبي. ها تعالي جنبي. أهلا يا حبيبتي. أهلا. زي القمر، أحمد عنده حق. وازاي دلوقتي يا طنط؟ يا عيني عليه يا حبيبتي. ايه حصل له حاجه؟ قلبه. ماله؟ قلبه بيتقطع، تعبان قوي يا حبيبتي، نفسه يستريح بقى. ده انا حتى خايفه على عقله لا يجرى له حاجه. لا يا طنط بعد الشر ما تقوليش كده. عارفه يا طنط؟ خليكي يا حبيبتي، خليكي زي ما كنتي. تعرف يا طنط، انا عقلي كان حيطير. سلامة عقلك يا حبيبتي. اصل شفت احمد واقع على الارض وعواديل ماسك البندقية وادهم راح ناحيته. يا عيني عليه احمد، طول الليل قاعد يتألم بيقول يا ترى نورة بتحبني، يا ترى نورة بتحبني. اوي يا طنط. يا حبيبتي يا روحي يا عينيا. ايه ده يا طنط؟ ايه يا حبيبتي في ايه؟ انت بتبصيني كده ليه؟ بالنيابة عن احمد يا حبيبتي. لا لا، انت مش طنط. مش طنط؟ ايوه انت. انت يونس. بنتك ايه ده؟ مين اللي في الصالون يا رباب؟ دي شريفة هانم. شريفة هانم؟ شريفة هانم مين؟ انا معرفش حد اسمه شريفة. ام العريس يا بيه، يلا بسرعة امشي، نط من البلكونة. انط من بلكونة ايه؟ لازم اخطبك لابني احمد. طيب خلاص، روح انت طلع الحمام. يلا. اهلا اهلا ادهم بيه. اهلا يا سهلا. أهلاً يا فندم. رايحه فين يا عروسه؟ معلش يا طنط عن اذنك. هتسيبيني لوحدي؟ اهلا وسهلا يا فندم. اهلا شرفت. اهلا يا فندم. احنا من عيلة الليسي. سعيده. من الصعيد. حضرتك ممكن تسال علينا في الدلتا. أنا مواكم يا فندم. أهلا وسهلا. أهلا يا فندم. راحة فين؟ عايزة أشوف أم العريس. أوف، يعني كان لازم أدهميكي دلوقتي؟ دي راجل. إيه؟ راجل؟ أم العريس راجل؟ دي؟ أيوة ده يونس صاحب أحمد.
رب استر يا رب. يعني افهم من كده ان حضرتك موافق ان ابني احمد يتجوز اخت حضرتك؟ هو العريس يبقى ابن حضرتك؟ معقولة دي؟ اصل انا في الحقيقة اتجوزت صغيرة خالص. يعني حضرتك موافق ان احنا نبقى نسايب؟ الا موافق طبعا، ده انا في منتهى السعادة. احنا اللي اسعد. في ايه يا ادهم بيه؟ لو ادهم كشف تبقى مصيبة يا عزيزة، مصيبة مصيبة وبس، ده هيذبحه ويذبحنا معاه. لا يا اختي يلا بينا. قوليلي ابنك شاف اختي فين؟ هو شافها؟ ده ما شافهاش. انا جاي لحضرتك على الاسم والسمعة. سمعة حضرتك في الحقيقة زي البرلنطة. حيث كده انا يشرفني ويسعدني ان اقابل العريس في الوقت اللي تحددوه الليلة، وخير البر عاجله. بس يا هانم. ما بسش يا باشا، الجوازة دي لازم تتم، انا جاي من الصعيد مخصوص ولازم ارجع اسكندرية على طول. لا يا هانم، انتي لازم تفضلي معانا على طول. انما هو جوز حضرتك ما جاش معاكي ليه؟ جوزي المرحوم مات وساب لي احمد وهو شحط كده في الجامعة. خلاص يا ادهم بيه، خلاص يا ادهم بيه، خلاص يا ادهم بيه، ما تفكرنيش. ما تقوليليش بيه، احنا خلاص هنبقى نسايب. قوليلي يا ادهم بس، طعمها منك احلى. الله يخليك، انا منتظر سعادتك. مسافة السكة بس. مع السلامة. مع السلامة. هجيب احمد واجي على طول. تشرفوا يا فندم. سلام على النسب اللي يشرف. ده احنا اللي تشرفنا يا شريفة هانم. مع الف سلامة. كده خلصنا من عزيزة. عقبال شفيقة. وتفضلي لي يا نورة. يا رب. ده مبسوط يا نورة، يظهر ادهم شربها. انا مش مصدقه بجد، مبروك. ولا انا. اسمعي قولي لي، هو صاحبه اسمه ايه؟ يونس. يونس جميل. يونس اتجوز انا يونس يا نورة. اتجوز يونس، اتجوز يونس. الله، اتجوز يونس واخلف فاضي شعر زيه وجميل وشعره نزل على وشه. بس اسمعي، يلبس راجل. انا بقول لك اهو. انا خايفة يا عزيزة. نعم يا اختي، خايفة من ايه بقى؟ لا كل حاجة ماشية كويس بقى. يا رب يا رب يا اختي يا رب. صباح الخير ادهم بيه. ولد انت مش سبق وانت طردت من البيت قبل كده؟ جاي هنا تاني تعمل ايه انت؟ يا فندم انا جاي اكلم حضرتك بخصوص واحد اسمه احمد الليسي. ماله احمد الليسي؟ طبعا حضرتك ما تعرفوش. ايوه ما اعرفوش، لكن هعرفه. اصله هيناسبني. ام شريفه هانم كانت عندي دلوقتي بتخطب له. بتخطب له نوره؟ نوره مين يا مغفل؟ هتخطب له عزيزه هانم اختي. حضرتك تقصد ان الست اللي خرجت دلوقتي دي امه؟ ايوه طبعا امه، شريفه هانم الليسي. ناس محترمين جدا، صعيده من الصعيد. لا يا فندم، مش صعيده ومش امه. لا امه. يا ادهم بيه، الجماعة دول عاملين فيك مقلب. مقلب؟ ايه مقلب دي؟ انت يعني ايه مقلب؟ مين عامل فيا مقلب؟ حاضر هقول لحضرتك. ها قول. امه اللي خرجت دي تبقى راجل مش ست. في ام تبقى راجل يا مغفل. بره. تعالى معايا اطلع تاني. مش معقول يعني هسيبك. اتفضل تعالى هنا. رايح فين؟ مش هسيبك. خش تعالى اركب العربية. خش جوه. خش جوه. قول خليك جوه. هنروح في دايره. انا هفهمك بس. نهارهم اسود ومنيل. يعني هو بيحب نوره مش عزيزه. ايوه فندم. وامه دي واحد صاحبه. بالظبط كده. انا متشكر جدا جدا يا استاذ هشام. متشكر يا فندم. انت شاب عظيم يا استاذ هشام. متشكر جدا يا فندم. حقيقي انت شاب ممتاز جدا يا استاذ هشام. متشكر قوي يا فندم. حس كده بقى اقدر اطلب ايد نوره. انت شاب منيل بنيله يا استاذ هشام. انت شاب فظيع ومعندكش دم يا استاذ هشام. اخرس خالص يا استاذ هشام. عوضين عمر البندقيه. عوضين جاهز يا بيه. عظيم. عملي انت بطل كاراتيه قلت لي؟ ايوه فندم. بتتكلم جد؟ والله. اذا استعد ودافع عن نفسك. اديله جامد يا بيه. ما تفتحش بوق. انا بيه انا جاي اخطب. ما هي دي المصيبه انك جاي تخطب. ايه ادهم بيه؟ عوره تشتيشه موته. ادهم بيه.
عوضين انت جاهز يا عوضين؟ جاهز يا بيه. خليك من 10 يارده يا عوضين. يا ادم بيه. 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 خلص ذنب احمد. ايوه خلص عليه خالص. يا سلام خلص عليه خالص. لو خلص عليه خالص هيروح في داهيه يا فالحين. يا اختي احسن عشان نتجوز ونخلص احنا كمان. ايه في ايه ماله ده يا ادهم؟ بس ده هيبقى مرارتي. طب سيبه النبي ادهم. مش هسيبه ده عايز يتجوز نورة. معلش سامحه عشان خاطري. طب روح. لكن قسما عظما ان شفتك هنا في البيت ده تاني محدش في الدنيا هيخلصك مني. مفهوم؟ متشكر قوي يا عمي. ايه عم دي؟ ايه عم دي عمل دبب؟ انا كنت قبل كده خلفت واحد قدك. ايه ده؟ ولد برا برا يا مجرم. برا برا عوضين برا. كويس كده يا شفيقه؟ كويس كده؟ يعمل كده؟ ما هو له حق. معقوله تقف قدامه عريانه كده يا شفيقه؟ عريانه كده؟ غطي 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 روحك. اصل انا ادهم كنت خايفه عليك. شفيقه شفيقه روح يا خيار. عايزين نتجوز نوره. كله عايز يتجوز نوره. اهم جم اهم. طبعا امك محظوظه. تبقى محظوظه زيها. مش انا امي نكديه اطلع نكديه نار اخرى. انا خايفه قوي يا عزيزه لادهم يكشف. لا 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 ولا هيكشفهم ولا حاجه. ما هم جم هم. لا انا هنزل اوقف المهزله دي. لا لا تعالي انا ما تبوظيش الدنيا. استنى انت يا رباب انا اللي هفتح الباب. حاضر. اهلا. اهلا يا ادهم بيه. اهلا. تعرفي انك وحشتيني شويه الصغيرين دول قوي قوي. ميرسي يا ادهم بيه. القلوب عند بعضها. امال فين المحروس؟ ادخل يا حماده. سلم على ادهم بيه يا حماده. اهلا 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 يا حماده. معقول ما شاء الله ده ابنك؟ اللي يشوفه كده يقول بالكتير اخوك الصغير. ميرسي يا ادهم بيه. ده من ظرفك. اتفضل. ميرسي. اتفضلي يا امي. ميرسي يا حماده. متربي. تعال. لا بيبي استنى انت هنا وحسنين من ورا الجنينه. مفهوم؟ عمروا البنادق. اهلا 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 يا دبي. اتفضلوا. ميرسي. اقعد يا حماده حبيبي. اهلا 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 بيك. اهلا 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 بيك. في الحقيقه؟ ايوه الحقيقه. في الحقيقه والدتي بتشكر في حضرتك. ده من ذوقها ولطفها. ايه احنا هنبتدي نتكسب بقى ولا ايه؟ ظريف. اهلا. اتفضل. اتفضل يا فندم. يدوب عزك. ان شاء الله على بال ما نشرب شربات نوره واحمد. مع بعض ان شاء الله. ما احنا مش هنسيب بعض بعد كده. احمد انت مش ملاحظ والدتك يا احمد؟ مالها يا فندم؟ بقت مستويه ومربربه قوي. ايه مستويه؟ ومن نوع الهشك بشك خالص. تشوف يا فندم. يبقى في الحاله دي انا موافق على جواز. طيب يعني هنكتب الكتاب امتى؟ النهارده انا ما عنديش مانع. ايه رايك يا قطه؟ قطه خلاص اللي تشوفه خير البر عاجله. ولا انت عندك اعتراض؟ هو انا معقول اقدر اعترض؟ انا هبعت اجيب المأذون حالا يا عوضين. ايه الحكايه؟ ولا حكايه ولا حاجه. خلاص يا عم هتتجوز وانا بقى هخلص من همك. خلاص يا احمد خلاص. ايه يا فندم؟ الشهود والمأذون جايين حالا. يا فندم متشكر جدا يا فندم. ربنا يخليك لينا يا فندم. انا ما كنتش متصور ان الجوازه هتتم بالسرعه دي. دي تعتبر اسرع جوازه في العالم يا فندم. جوازتين وانت الصادق. جوازتين؟ اوعدك يا احمد والدتك هتكون معايا اسعد واحده في الدنيا. ايه؟ انا اكتر واحد في الدنيا هيقدر يسعدها. الحق يا امي البي عايز يتجوزك. اه ما انا سامع. خلاص هتجوز يا احمد. انت تتجوز نوره وانا اتجوز ادهم ويبقى زيتنا في ايدينا. حلها بقى انت. ايه يا بيه هو اصل الحقيقه انا والدتي مش بتاع الجواز. امال بتاعت ايه؟ لا انا غرضي اقول ان والدتي ما بتفكرش في الجواز خالص.
معقول؟ تعالي معايا. ايه يا تعالي 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 معايا يا نهار اسود. استاذ ادهم ما يصحش كده يا استاذ ادهم. عيب مش قدام الولد. تعالي بس حبايبي يا ادهم بيه. مش ايه اللي بيحصل؟ معلش ما تعالي يا ادهم بيه بقى. لا لا سمعت بنفسك ان مش ممكن انك انت تتجوزها. لا 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 ممكن كده ممكن ممكن ازاي بس ممكن بس هي يظهر مكسوفه منك احمد. مش معقول هتقف قصاد سعادة عصفورتين بيحبوا بعض. انا حبيتها من اول نظرة من اول ابتسامة. شوف هو يا كده يا مفيش جواز. عموما عشان ما اظلمش حبك انت ونورة هدي لك فرصة تقنع مامتك. عن اذنك يا قطة. ده بيقول لي يا قطة. ايه رأيك بقى يا قطة؟ قطة ايه انت كمان؟ انت صدقت ان انا امك؟ مش فكرتك يا حدق. اتصرف انت بقى. اسمع ده باين عليك يا شافنا. تعالى بقى ده بيلعب بينا قطه فرار. يلا بينا نمشي من هنا. انا مش ماشي من هنا. بيتجوز؟ طب انت هتتجوز؟ عايز هو كمان يتجوزني؟ لا يا اخويا انا مش مستعد للحكايه دي. على اذنك رايح فين؟ ما تيجي بينا نمشي. رايحين على فين؟ ده الباب من هنا ولا انتوا غاويين شبابيك؟ لا هو اصلا انت تخرس خالص. لما الكبار يتكلموا الصغيرين يخرسوا خالص. مفهوم ولا ايه يا شريفة هانم؟ شعرك يجنن يا مدام. على كرسوم بقى. اقلع البلطو اقلع البلطو. عامل لي واحدة ستة. ها انتوا فاكرين ولاد الناس لعبة في ايديكم يا غشاشين يا نصابين يا حرامية؟ انا هموتكم. انت بالذات هموتك. معلش بيه عيل وغلط بقى. لازم تموتوا انتوا الاثنين. مش هيخلصني منكم الا الموت. اوعى تعمل له حاجه. عايز تموت؟ موتني انا. كده كده قلبك عليه قوي. ايوه انا بحب احمد وهو بيحبني ومفيش قوه في الدنيا هتقدر تفرقنا عن بعض. شفت مفيش حاجه اسمها حب. انا اكبر منك واعرف مصلحتك. مفيش حاجه اسمها حب. لا يا ادهم الحب موجود طبعا. ايوه قولي لي والنبي يا شفيقه. شفيقه انا قلت مفيش حاجه اسمها حب. لا بقى يا استاذ ده في حب ونص كمان. انت نفسك بتحب واكبر دليل اللي بتعمله فينا ده لازم تكون بتحب. دي عمايل واحد بيحب. ايوه يا ادهم انت بتحب. يا سلم بتحب. ايوه انت يا ادهم بتحب. ايوه مقلوله في حب. ايوه لا بقى يا ادهم بتحب. مقلوله في حب يا اخي. لا بقى بتحب بقى. ايوه انت غلطان. ايوه ايوه لا لا بقى انت ادهم بتحب. مقلوله في حب يا اخي. لا بقى بتحب بقى. انت غلطان. لا شكل شكل. ايوه افهم من كده ان انت واحمد مصرين على الجواز مش كده؟ ايوه ايه؟ وانت يا عزيزه انت مش طول عمرك عايزه تتجوزي؟ اللي تشوفه يا اخويا انا من ايدك دي لايدك دي. وانت؟ انت لسه من شويه طالب ابنك احمد لاختي عزيزه مش كده؟ وهي دي حاجه تتنسى يا سعد البيه. دي بقى اختي وانا موافق على الجواز ومش هرجع في كلامي. عزيزه هتتجوز احمد. ايه؟ لا اوكي اوكي سوري يا نوره. انت بتقول ايه؟ لا لا ما تخافيش يا نوره عريسك موجود هتتجوزي يونس. وافقي يا نوره وافقي. انا عملت لكم حاجه؟ انا مش عايز اتجوز. ما هو يا تتجوزوا يا تموتوا. مستحيل الكلام اللي انت بتقوله ده. ده يبقى جنان. اهدى بس يا استاذ احمد. استنى يا ادهم. ما هو يا تختاروا المأذون يا تختاروا الحنوتي. حسنين وعوضين عندهم تعليمات بالضرب في المليان. محدش هيتحرك من هنا. هم خلاص اختاروا يا ادهم المأذون. مأذون ايه بس يا انسه؟ استنى بس يا استاذ احمد هبقى افهمك بعدين. مش ممكن يا شفيقه. مش ممكن ده يحصل ابدا. اسكتي بس يا نوره. كل حاجه هتتحل بس الصبر. يوه انا كان مالي ومال الشبكه المهببه دي. اموت انا فطيس ليه؟ احنا لا يمكن نتجوز بالطريقه دي. ده راجل مجنون يا اخي. ما تتجوز بقى وتخلصنا. مالها عزيزه مش عاجباك ليه؟ مش قصدي كده. امال قصدك ايه يا اخي؟ ما هي حلوه ودمها خفيف. ايوه بس انا ما بحبهاش يا اخي. هتحبها بعد الجواز. طب ما تتجوزها انت يا فالح. انا اتجوزها. ما تجوزهاش ليه يعني؟ بس على شرط ادهم يوافق. صحيح ما عندكش مانع تتجوز عزيزه؟ طبعا طبعا ما عنديش مانع اتجوز عزيزه حتى نبقى لاقيين على بعض. عزيزه ويونس هي حلوه قوي دي مش كده؟ والله ما فيش مانع وهو من باب تحسين النسل يعني. خلاص عزيزه كده هتبقى اتحلت المشكله.
خلاص حلت المشكلة. تعالى حلو. ورايح فين؟ رايح اقول لادهم. يا سلام، ادهم بقى مش ممكن يوافق، لان انا عارفه ادهم كويس، راسه ناشف. احنا ما صدقنا نوافق على حكايه الجواز دي في لحظه غضب، ولعلمكم بقى هو دلوقتي بيصعب حكايه الجواز عشان انتوا اللي ترفضوا، لان ادهم مش عاوز جواز. على ايه ده كله؟ ما انا هبقى احكي لك بعدين. المهم دلوقتي ان موافقتكم على الجواز نص المسافه، ولازم توافقوا. انت فاهمه بيقولوا ايه؟ انا مش فاهمه اي حاجه. ما تخافش يا احمد، انا متاكده ان نورا بتحبك ومش ممكن ابدا هتتجوز اي واحد تاني غيرك. المهم دلوقتي تسمعوا كلامي وتنفذوا كل اللي انا هقوله بالظبط، وانا اوعدكم ان الجوازه دي مش هتستمر، بس نهديله اعصابه يومين ثلاثه. لا انا خايف. خايف؟ ايوه. خايف من صاحبك ولا مني؟ من يونس طبعا. انا اصل يونس ده انا عارفه كويس قوي، وانا عارفه نفسي كويس قوي. ايه انت مش واثق في نورا ولا ايه؟ لا الثقه موجوده طبعا، بس هترجع تبسبس لي تاني؟ احنا مش خلاص اتفقنا على كل حاجه؟ ايوه خلاص امر لله. بس انا بقى اللي خايفه. من ايه؟ من عزيزه. اصلها ما هتصدق تتجوز، دي عايزه تتجوز وبس. من الناحيه دي ما تخافيش خالص. طيب خلاص انا موافق. كلنا الحقيقه موافقين يا جماعه. الف مبروك. الله الله الله، دي الحكايه باين عليها جد. انا بقى اللي مش موافق. ايه اللي خليني اتجوز دلوقتي؟ ممكن تفهمني؟ انت اللي عملت المشكله دي ولازم انت اللي تحلها. انا برضو؟ ايوه انت. مش كنت بساعدك عشان انت عايز تتجوز؟ ومع ذلك سيبني افكر. سيبك تفكر ده ايه؟ انت لازم تتجوز نورا فورا. الله 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 الله، انت ازاي تمسكني بالشكل ده؟ طب مش متجوز. انا متاسف. ايوه كده اتعدل اهو. ومع ذلك انقاذا للموقف المهبب اللي انت فيه، انا ما عنديش مانع اتجوز وامري لله. هو اهون من الموت. شفتي مين بقى اللي يامن على نورا مع واحد زي ده؟ خلاص اعملوا بقى اللي انتوا عايزين تعملوه. خلاص يا جماعه خلاص، انا هجيب سلسله وهربطه في رجل السرير. لا الدولاب يتربط في الدولاب. الدولاب والدولاب اوكي. الراجل شفنا بقى ده معقول يا عالم؟ والله النصيب بقى يا حبيبي. نصيب ايه بس انت كمان؟ مش انت اللي جبت لنا المصيبه دي؟ في حاجه ولا حاجه؟ لا مفيش. كما كنت كله. حاضر. مكسوف مني ولا ايه؟ مالك يا حبيبي؟ المفروض انا اللي ابقى مكسوفه يعني، بس انا هكسف على ايه بقى؟ ما اصل واحد فينا لازم اللي يبقى مكسوف، تعرف التاني ما يبقاش مكسوف، عشان لو بقينا احنا الاثنين مكسوفين الدنيا هتتكسف خالص مننا. مش كده ولا ايه؟ حد يصدق ده يا ناس؟ أنا آسفة أوي يا أستاذ يونس، أرجو إنك تكون مقدر موقفي. ما تزعلش مني، إحنا لازم ننفذ الاتفاق. يلا اقلع هدوم. اقلع؟ اقلع ده إيه؟ اقلع هدومك على مفرشك. تفرشي؟ تفرشي إيه؟ عشان تنام. أنام فين؟ أنت صدقت إن أنا هنام هنا؟ وبعدين بتتخيلوا حاجات غريبة جدا. ما هو لازم تنام عشان اربطك. لا يمكن ده يحصل. اهدى يا حبيبي. حبيبك؟ منين؟ اسمع ما اقول لك، انا لا حبيبك ولا قريبك. شوفي بقى، احنا الاثنين
تتحكم علينا بالحبس بزنزانة واحدة بس. يا حبيبي احنا اتجوزنا واتكتب كتابنا من شوية. نعم. انت نسيت ولا ايه؟ احنا لازم نستسلم للقسمة والنصيب يا حمادة. ده قدر. قدر؟ قدر مين يا اختي؟ اخويا ادهم. ولا لحقت تنساه هو كمان؟ اذا كان اخوك ادهم ده مجنون فانا بقى دلوقتي 60 مورستان. ما تفتح. افتح يا راجل. ايه السلسلة دي بقى؟ جايبها من البوابة تحت؟ فاهمة يعني ان السلسلة دي هي اللي هتحوشني بشويش؟ الله العظيم عيلة مناخوليا كلكم. روح اختي انت نامي ربنا يهديكي. لا 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 ده انت مش معقول ابدا يا اخي. انت فاكر نفسك ايه يا ابني انت؟ الستات كلها زي بعضها ستات. ما هو انت ياما وانا كمان ما ولا الوزير ده حرام ولا حرام. انا جرحتك يا بابا؟ اه. معلش انا متاسف ما كانش قصدي ازعلك. معلش. هو انا معقول ازعل منك في ليله زي دي يا حبيبي؟ ما تجيب بوز هات. لا بلاش مش عايزه عندي كتير. لا 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 احمد مش كده يا احمد. انا كنت عارفه ان انت هتحبني في الاخر. عارف يا احمد لو سبتني هقتلك واقتل نفسي. خليك فاكرها يا احمد. شنطة هدومك اهي يمكن مكسوف تغير ولا حاجة. ايه ده؟ ده ارهاب. انتوا ايه مافيا؟ ايوه انا نمت خالص. طب يلا قوم عشان الفطار. احمد صباح الخير يا نورة. صباح الخير يا احمد. نمت كويس؟ ايوه. وانت كويس؟ يونس ما ضايقكيش في حاجه؟ لا. وانت عزيز عملت ايه؟ يعني ايه؟ يعني كانت واخده المساله جد في الاول وبعدين انا قدرت اقنعها. لو يونس عمل حاجه ارجوك تقولي لي. ابدا يا حبيبي ما حصلش حاجه خالص. خالص والله. والله يا عيال هتفضلوا واقفين انتوا الاتنين تحبوا بعض كده كتير؟ اتفضلي انتي. خش يا استاذ البس حاجه في رجليك. ماشيين على قشر بيض؟ خلصوني عايز افطر. استنوا محدش يقعد. انت تقعدي هنا وانت تقعدي هناك وانت انت هنا جنب مراتك انت الاخر اقعد. وانت كمان اقعد هنا جنب مراتك. كل واحد يقعد جنب مراته. اتفضلوا خلينا نفطر. وبعدين انت اصحى. كل. وبعدين انت راخر ايه؟ ممكن شاي يا حبيبي؟ نعم. نعم ممكن شاي يا حبيبي؟ اه حاضر. لا لا ايه سلخت بدنك؟ امال اجيب لك الاسعاف. اه حاضر. كل يا حبيبي. ايه
ممكن تديني شاي؟ سكر لو سمحت. ده سكر؟ لو هيتاوب تاني مرة على الترابيزة هقتله. عايزة منك ايه؟ تصور تصور عايزاني اديها بوسة؟ ما تديها يا اخي. اسمع بس، اسمع بقى. تعالي هنا اقعدي. نعم. اسمعي، كنت عايزة تتجوزي اديني جوزتك. اعملي حسابك لو العريس ده طار منك مفيش جواز بعد كده، هتعيشي طول عمرك زي شفيقة. لا، احنا ما عندناش بنت في العيلة تتجوز مرتين. تعالى هنا يا فندم، شوف لنا حل في المصيبة اللي احنا فيها دي. احسن هصور قتيل في البيت. شوش، ما تزعقش، احنا مش ناقصين. مش كفايه السلاح ليك اللي حوالينا ده؟ عزيزه. ايه؟ انا معتمد عليكي. اه، اذا خسرتي هخسر انا كمان. مفهوم؟ اه، اكيد الغفر دول هيناموا بعد شوي، لانهم ما ناموش طول الليل. هما دول معقول هيتخمدوا ابدا؟ احنا لازم نتصرف عادي لحد ما تيجي اللحظه المناسبه. ايوه، اقعد انت يا اخويا خطط. يلا يا جماعه، الغدا جاهز. غدا؟ احنا لسه فطرانين، نتغدى ازاي بس؟ ادهم بيقول تعملوا الغدا، الخضار والحاجه جت، تعالوا يلا اطبخوا اللي هتطفحوه. هو مش خدام ابوكو؟ امال احنا اللي خدامين ابوه يعني؟ انا ملوخيه. موتني ألم فظيع، بس أنا عارف العلاج. أي العلاج؟ إن أنا أتدفى، لازم أتدفى. أنت بتعملي إيه؟ معقول هتسيبك هنا وأنت تعبان كده؟ يلا قوم معايا. طب وأنتي؟ أنت هتنامي فين؟ هنام هنا مطرح. لا لا، مش ممكن. اتفلي انا اموت انا، بس انت لازم تنامي على السرير. طيب انا هنام جنبك. بجد؟ اه، بس انت استريح. طيب. يونس. انا واثقه فيك. خد اشرب قرص من ده وانت تنام. لا كل حاجه. لا لا. هتيجي تنام هنا؟ لا. طب معاك جوز كتاشين؟ سامع حاجة؟ لأ.
علني. صباح الخير يا ادهم. شفيقه؟ ليه كده يا شفيقه ليه؟ حرام عليكي خمتيني وضحكت عليا. انا؟ ايوه طبعا، لان انا الوحيد اللي خسرت في اللي حصل ده. ابدا يا ادهم، لو هم فشلوا تبقى انت الكسبان. حتى لو فشل منورة خلاص اتجوزت، هكسب بعد كده ايه؟ مش عارف هتكسب ايه؟ هكسب ايه؟ يا خسارة يا ادهم، لازم حد يقولك يعني هتكسب ايه؟ اصلك اعمى ما بتشوفش قدامك. ايه اللي حصل يا عزيزه؟ ايه ما حصلش حاجه. متاكده؟ اه متاكده، خدت القرص نمت على طول. بس بس صباح الخير يا مورا. صباح الخير يا احمد. ايه ده؟ ايه في ايه؟ شكلك تعبان. اصلي ما نمتش طول الليل. ليه ما نمتيش ليه؟ حصل حاجه من يونس؟ لا ابدا ما حصلش حاجه، انا اللي كنت خايفه. خايفه من ايه؟ من نفسي. ايه؟ بعدين بعدين يا احمد. بتقولي ايه؟ قولي ايه دلوقتي؟ اصلي فكيت السلسله. طيب وليه فكيت السلسلة؟ جنبه كان بيوجعه، كان بيتقل. أنا صعب عليكي، ما أنت صحيح عيلة. أنا يا أحمد؟ أنا لازم أقتله. تعال هنا، هو ملوش ذنب، قلت لك ما حصلش حاجة، لازم تصدقني. أنت كمان بتدافع عنه؟ أي دراع يا أحمد بيوجعني. نورة يا نورة. أنت إيه اللي وقعك على السرير كده؟ قال لك إيه يا أحمد؟ ما تعال يا أخي. تعال. انت خليت في عقل يا بني ادم، ايه اللي منومك على السرير كده؟ انا شرفني جات لي كريزه كده مفاجاه، صعبت عليها فكت السلسله نمتني على السرير يا اخي. امال نوره صرخت ليه؟ انا شرفني لازم ايدي اتزحلقت جت عليها. يا احمد بقى سيبنا نام. ايدك اتزحلقت جت عليها يا جدع يا اخي. الله الله يا جدع انت اتجننت خالص. الله، وانا معقول اعمل حاجه زي كده؟ ما تروح تسالها. اسالها هي ليه؟ اسالك انت يا جدع. الله يا اخي الله يا احمد يا جدع يا انت عصبي عليها. عليها هفهمك انا قلت لك كده. هفهمك انا هفهمك. ايه ده؟ بجد امال ايه؟ طب طيب نهار اسود هيموتوا بعض. ما انت السبب. انا؟ ايوه ما انت مجنونه زي اخوكي. انا مجنونه زي اخوكي؟ ايوه. وبتبجحي فيا؟ اه كده؟ تبقى خلصانه. مش خلصانه. لازم ابقى شمبارك خالص. تعالي بقى. مستنيين ايه؟ يلا بينا نهرب من هنا. يلا يلا استنى لما اشوف السكه. يا صباح الخير. اهلا اهلا، ده الغفير بتاعكم هنا في الفيلا. عوضين. ازيك عوضين؟ انت ما شفتش احمد؟ احمد مين يا بيه؟ احمد زميلي. لا ما شفتوش. طب ما تدور لنا عليه احياء ابوك. حاضر. لا 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 خليك زي ما انت. اسمع اسمع يا يونس. اسمع اسمع. ايوه خليك سامع سامع. كويس كويس. اربطه كويس. يلا بينا يلا بينا. خلاص يلا تعالي.
بقى يا سيدي الصورة دي لما كنا قاعدين. استنى استنى حسن، القرشانة بتاعتك جت. 30 سنة وشاف وشي. ما قلتلكش. بتقولوا ايه؟ اهلا وسهلا يا نورة. اهلا نورة هانم. اهلا اهلا. رايح فين؟ نتمشى شوية انا وصديقي يونس. ايوه نتمشى شوية يا نورة هانم. طب يا اخويا. تيجي يا راجل، احنا بقى فينا حيل الكلام ده. او نتسلى. طيب بس انا خايف لحسن نورة تشوفني تبقى مشكلة. هي بتشوف حاجة خالص. يلا يلا يلا، انت تخش في الاول وانا اقطع عليك. يلا طيب يلا حصلنا. هو اللي بيروح الدق يبقى نمرة كام؟ بابا. بابا مين؟ رانيا. ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا بنت، بتروح فين؟ انت اللي رايح فين؟ انا خدت اذن من ماما. انا ما خدت اذن. يا فندم يا محترم، مش عيب عليك راجل كبير في سنك، عيب على الشعرتين البيض. انتوا مالكوش اخوات؟ يونس مالكوش بنات؟ ما تشعللهاش. استاذ استاذ يونس امين، انا ما اعرفكش. اتفضل استاذ زهيره، اتفضل هوينا. ما تشعللهاش يا نونس، دي بنتي رانيا. رانيا يا حبيبتي ازيك يا روحي؟ ازيك يا عم. شبه ابوكي بالظبط، هقول كده الشبه ده. انت رانيا يا حبيبتي. اهلا.